تقرير جديد صدر عن كبيرة خبراء حقوق الإنسان في إيران أسماء جيهانجير عن القمع والتعذيب في إيران من المقرر أن يناقشه مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل. التقرير يبرز الأسلوب الممنهج الذي اتبعته أجهزة الأمن الإيرانية بحق المعتقلين من تعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الإنسانية بما فيها العنف الجنسي وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية. يشير التقرير بعين القلق إلى ما يمكن أن يتعرض له المتظاهرون المعتقلون في المظاهرات الأخيرة التي خرجت مطالبة بالحقوق ولإسقاط نظام الملالي. من جديد، ملف حقوق الإنسان في إيران بثقله على طاولة الأمم المتحدة. تقرير للمنظمة الدولية حذر من تدهور الحريات وحقوق الإنسان في إيران، مشيرا إلى ممارسات عنصرية وتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية، إلى جانب ارتفاع نسب الإعدامات في العام الماضي والتي طالت أعدادا من القاصرين. مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران أشارت في تقريرها إلى وقوع انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة وحصول اعتقال تعسفي واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والتضييق على حرية الرأي والتعبير وإساءة معاملة السجناء وتعريضهم لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات، حيث شملت أساليب التعذيب حسب التقرير عمليات اغتصاب وعنف جنسي والصدمات الكهربائية وبتر الأطراف. وأوضح التقرير أن أكثر من 20 شخصاً قتلوا فيما اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 1000 آخرين في الاحتجاجات على المشاكل الاقتصادية وتردي الأوضاع والفساد والتي عمت أنحاء البلاد. التقرير طالب السلطات الإيرانية بإجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين لمحاسبة الجناة، لكن طهران وبدل إجراء تحقيق حاولت حسب مصادر دبلوماسية وقف نشر التقرير. تعنت السلطات الإيرانية يضرب عرض الحائط كل التقارير الحقوقية التي تشير إلى ارتفاع معدل الإعدامات والقمع بحق ناشطي المجتمع المدني وسط فشل حكومي في تلبية المطالب الشعبية مع تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بسبب سياسات النظام في المنطقة ودعمه الميليشيات في العراق وسوريا واليمن.